بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الثاني من محاضرة Demyelinating Diseases of CNS. راح نكمل كم سلايد على Multiple Sclerosis. وصلنا إلى Radiological Diagnosis of Multiple Sclerosis. الآن ننتقل إلى Multiple Sclerosis CSF Findings. بنعمل Lumbar Puncture وبناخذ CSF، بنفحص العينة بتاعتهم، بنلاقي في Increase في الوايت بلاد سيلز، انكريز في الوايت بلاد سيلز 5 إلى 60، وانكريز في التوتال بروتين. الطبيعي التوتال بروتين بيكون 15 إلى 45 ملي جرام من الديسيلتر، ها ممكن نلاقيه 100 150، لانه المايلين شيت هو عباره عن ايه؟ عباره عن لايبوبروتين. بنلاقي بوزيتيف اللي هو الاوليغوكلونال باندز ايمونوجلوبولين. وفي الحاله هذه Multiple Sclerosis بنقسم لقسمين: سيرولوجي بوزيتيف وسيرولوجي نيجاتيف ام اس، او بيقولوا سيرو بوزيتيف ام اس، سيرو نيجاتيف ام اس. تقريبا 85% ل 90 بيكونوا سيرو بوزيتيف ام اس، ومن 10 إلى 15% بيكونوا سيرو نيجاتيف ام اس، بيكون عندهم الاوليغوكلونال باندز نيجاتيف. البريسيبيتيتنج فاكتورز فور ام اس، ننصح المرضى بتاعين التصلب المتعدد يبعدوا عن اشياء اللي ممكن تزود لهم الاكزاسربيشن اوف ديزيز. فيفر موست كومن كوز اوف اكزاسربيشن اوف ديزيز. انفكشن زي انفلونزا، ابر ريسبيرتوري تراكت انفكشن. هيت سنسيتيفيتي، بنطلب من المرضى يحاولوا يبتعدوا عن المياه السخنه كثير، دش المياه السخنه يتحمموا، يبعدوا عن المياه السخنه. ايموشنال ستريس، المشاكل العاطفيه والتوتر النفسي والستريس كله هذا بيؤدي الى انكريز اوف ذا اكزاسربيشن. فيزيكال اكزيرشن، المجهود العضلي والمجهود المتعب اللي بيكون شاق قد يؤدي الى اكزاسربيشن. سيرجيكال انترفينشن، خاصه سيرجيكال انترفينشن اندر جنرال انستيزيا، التدخل الجراحي بحد ذاته التدخل الجراحي يعتبر ستريس للمريض وتوتر نفسي، زائد اللي هو الجنرال انستيزيا ممكن تحفز وتزود موضوع ديمايلينيشن. هلا بنتقل لموضوع تريتمنت، علاج المرض، تريتمنت اوف مالتيبل سكليروسيس. انتم ما بيعنيكوش كثير موضوع التدخل العلاج الدوائي، راح تاخذوا موضوع العلاج الطبيعي في الام اس، لكن هاو از ام اس تريتد اند مانجد. اول شيء في دراج ثيرابي، علاج بدوائي، علاج دوائي للنيو اتاكس، بنعالج الاكزاسربيشن، يبقى علاج عند النوبه، اي واحد. اثنين بريفنج ذا اوكيرنس اوف فيوتشرز اتاك، بنعمل وقايه للنوبات، بنعطي علاج يعمل سلو للبروجريشن اوف ديزيز، والعلاج هذا بيعتبره بيقلل او تدهور المرض وبيمنع النوبات، او مش بيمنع النوبات، قد يعني يقلل النوبات، بيقلل موضوع الريلابس اوف ديزيز. اند تريتمنت اوف سيمتومز، يعتبر سيمتوماتيك تريتمنت، تريت ذا سيمتومز اوف ديزيز، حسب الاعراض اللي عند المريض بنعطي بعض العلاجات. اثنين ميديكال ريهابيليتيشن اند فيزيوثيرابي، العلاج الطبيعي والتاهيل الطبي لهذول المرضى، وسايكو سوشيال سبورت، الدعم النفسي والاجتماعي لمرضى التصلب المتعدد. تريتمنت اوف اكزاسربيشن، بالنسبه للاكزاسربيشن في كل العالم وعندنا في العالم كله، بيدخل المريض للجسم وبنعطيهم ميثايل بريدنيزون كورتيكوستيرويد، بنعطي ميثايل بريدنيزون 1000 ملي جرام في محلول ملحي مره في اليوم 3 أيام أو 5 أيام، يعني ممكن ياخذوا 3 جرعات، يعني كل يوم جرعه، او 5 جرعات، كله صح حسب المسيف او السيفيريتي اوف اكزاسربيشن. اثنين في بعض الحالات اللي بيكون فيهم في نوع انا ما تكلمت عنه اللي هو مالجنانت تايب اوف ام اس، في نوع مالجنانت تايب بنسميه
البلازما اكسشينج بنعمل لهم بلازما اكسشينج في ميديكال ريهابيليتيشن اند فيزيوثيرابي. يبقى هذا كله علاج للاكزاسربيشن. بريفنشن اوف فيوتشرز اتاك، الوقايه من النوبات ونقلل البروجريشن اوف ديزيز. بنعطى علاجات غاليه جدا، بيتا انترفيرون، افونيكس، ريبيف، بيتا سيرون. هذا البيتا انترفيرون يمكن 600 شيكل الحقنه الواحده. جلاتيرامير، كاباكسون، هيومنايزد مونوكلونال انتي بادز زي تيسابري او نيتليزماب. اليوم في السوق في دواء اسمه اوكريفاس او اوكريليزماب، هذا بده 18000 دولار في السنه علاج، 18000 دولار في السنه. اوكريفاس او اوكريليزماب اللي بنعطى كل 6 اشهر، كل 6 شهور بنعطى مره في الوريد. انتي نيو بلاستيك، الادويه اللي بنعطى للاورام زي النوفانترون او ميكزانترون. هذا مش ضروري تحفظ الاسماء كلها، بس انا يعني بعدد لكم لو مر عليكم الادويه هذه تعرفوا انه هذول الادويه لمرضى يتصلب المتعدد. الريهابيليتيشن ضروري في العالم كله. كان في كييف، في عاصمه اوكرانيا، كان في كييف سنتر اللي هو اسمه ام اس سنتر، مركز ابحاث لمرضى تصلب متعدد. هذا المركز ما بيعالج الا حالات مالتيبل سكليروسيس، بيكون بيتكون من مالتيبل سكليروسيس سبيشاليست واصلهم هذول نيورولوجيست، بيكونوا ام اس نيرس تمريض متخصصين في موضوع المالتيبل سكليروسيس، فيزيوثيرابيست اخصائي علاج طبيعي متخصص بالام اس، اوكوبيشنال ثيرابي اخصائي علاج وظيفي متخصص في موضوع الام اس، كلينيكال سايكولوجيست اخصائي نفسي متخصص في موضوع الام اس، اند سبيتش اند لانجويج سبيشاليست هذا اخصائي النطق متخصص في حالات التصلب المتعدد. هيك بكون انا وصلت لنهاية موضوع اللي هو المالتيبل سكليروسيس التصلب المتعدد. الآن بنتقل لمرض آخر، المرض رقم 2 اللي هو ترانسفيرس مايلايتس. ترانسفيرس مايلايتس هو عبارة عن سيجمنتال سباينال كورد انجري. سيجمنتال سباينال كورد انجري، اوكي تسمعوا كلمة انجري تفكروا إصابة تروما، لا كوزد سبب by acute inflammation. يبقى هو عبارة عن إصابة في الحبل الشوكي ناتج عن إيش؟ الإصابة تبعت الحبل الشوكي ناتج عن التهاب حاد acute inflammation. يبقى هو عبارة عن segmental inflammation of the spinal cord، عبارة عن segmental inflammation of spinal cord. من هان أجا myelitis التهاب الحبل الشوكي transverse مقطعي بكون. Transverse myelitis is uncommon، حالة لكل لخمس حالات كل مليون، كل سنة كل مليون نسمة بيجيهم من حالة لخمس حالات Transverse myelitis. أكثر الحالات بيكون idiopathic، لكن الغالب بيكون precipitating due to autoimmune process أو precipitating due to infection. Symptoms typically rapid over several hours. الآن ما راح أشرح لكم إذا أصيب الحبل الشوكي على مستوى السيرفايكل، ثراسيك، لامبر، هيمي كورد، أنتيريور كورد، بوستيريور كورد، سنترال كورد، كله شرحته في محاضرة إيش؟ سباينال كورد ديزيز. أوكي، يبقى الإصابة بتكون سريعة، تلاقي طالب أو طالبة راحت على الجامعة أو على المدرسة خلال ساعات بطلت تقدر تمشي، ويل تشير ديبندنت على كرسي متحرك، شلل وعدم تحكم في البول البراز، loss of sensation فقدان الإحساس، مرض مش بسيط خطير. اوكي typically the inflammation is bilateral producing weakness sensory disturbances below the level of lesion. وعندهم عند هذول المرضى بيكون عندهم فقدان الإحساس تحت مستوى الإصابة أو تحت مستوى الالتهاب، شلل تحت مستوى الالتهاب اللي حدث في الحبل الشوكي. السباينال كورد انفلاميشن او الترانسفيرس مايلايتس ممكن يكون كومبليت يعني توتال او انكومبليت بارشل، واحنا اتفقنا البارشل له انواع، براون سيكورد سيندروم اصابه نصف الحبل الشوكي، انتيريور كورد سيندروم اصابه الجزء الامامي من الحبل الشوكي، بوستيريور كورد سيندروم اصابه الجزء الخلفي من الحبل الشوكي، سنترال كورد سيندروم اصابه الجزء المركزي او الجري ماتر اوف ذا سباينال كورد. ايش قال لك؟ قال لك بيشنت بريزنتنج
with acute complete transverse myelitis have a risk of MS only 5 to 10%. يعني الناس اللي بيصير معهم ترانزفيرس مايلايتس 5 إلى 10% منهم اللي عندهم كومبليت سباينال كورد ترانزفيرس مايلايتس ممكن يكون هذا انيشال بريزنتيشن اوف ام اس، بدايه مرض التصلب المتعدد. اوكي طيب المرضى اللي عندهم بارشل او انكومبليت ترانزفيرس مايلايتس من 57 إلى 72% من هذول المرضى ممكن يكون هذه بداية ترانزفيرس مايلايتس. يعني اجانا مريض وشخصنا ترانزفيرس مايلايتس لقينا بارشال انفلاميشن في سباينال كورد، لازم اعمل له برين ام ار اي. ليه لازم اعمل له برين ام ار اي؟ لو وجدت عنده في البرين في كمان ديمايلينيشن ببطل اقول بارشال ترانزفيرس مايلايتس، بقول هذه حالة ايه؟ مالتيبل سكليروسيس. طب كويس، لو بدل المرض ببلاكس وانس بلاكس في وان بلاكس في السباينال كورد وشخصناه از بارشال ترانزفيرس مايلايتس والبرين كان فري، بعد سنه بدا عنده اعراض اخرى وعملنا برين ام ار اي وجدنا عنده ايه ترانزفيرس، عنده بلاكس في البرين، ببطل اقول هذا ترانزفيرس مايلايتس، بقول هذا مالتيبل سكليروسيس. وانا ما اخطات، انا عالجته صح، عالجته صح، لانه العلاج تبع الترانزفيرس مايلايتس والام اس في الاكزاسربيشن ذا سيم تريتمنت تقريبا. يبقى طلعوا الانكمبليت ترانزفيرس مايلايتس 57 إلى 72% منهم ممكن يكون هذه انيشال بريزنتيشن اوف ام اس. ايتيولوجي اوف ترانزفيرس مايلايتس، ايش اسباب ترانزفيرس مايلايتس؟ موست كيسز اوف ترانزفيرس مايلايتس ار ايديوباثيك، لهم علاقه بالاوتوميون بروسيس. جزء منهم كبير قلنا يعتبر first manifestation of multiple sclerosis، ممكن يكون ناتج عن viral infection mycoplasma pneumonia، ممكن يكون ناتج عن systemic lupus erythematosus vasculitis rheumatoid arthritis antiphospholipid syndrome. في صبية تعالجت عندنا كانت في الثلاثينات شخصناها partial transverse myelitis، لما اخذت منها هيستوري كان عندها ريكرنت ابورشن، ريكرنت ابورشن وهي مشخصه في الاصل انتي فوسفوليبيد سندروم. يبقى الانتي فوسفوليبيد سندروم هذا هو اللي سبب لها التهاب في الحبل الشوكي ترانسفيرس مايلايتس. عندي مريضه حديثا في المستشفى حدث معها مشاكل وشلل في رجليها وفقدان التحكم في البراز والتبول والتبرز. اوكي وجدنا عندها التهاب في الحبل الشوكي، عملت لها ورك اب ثاني لانه في عندها فقدان الوزن وكذا، لقيت عندها ميتاستازيس، عندها سرطان ومنتشر. يقول الانفلاميشن اللي في السباينال كورد هذا كان ناتج عن كانسر، ناتج عن كانسر بنسميه بارانيوبلاستيك سيندروم، بارانيوبلاستيك سيندروم. يقول لازم ابحث عن السبب عشان اشخص صح. الانفستيجيشنز بنعملهم للترانسفيرس مايلايتس، اول شيء بنعمل انفستيجيشنز الجنرال انفستيجيشن سي بي سي كيمستري، بنعمل سيريبرو سباينال فلويد، بنعمل بازل وبناخذ السائل بتاع الحبل الشوكي وايش بنفحصه. السائل هذا السي اس اف بنجد فيه اليفيشن اوف بروتين، ارتفاع في البروتين زائد ارتفاع في الليمفوسايت الوايت بلاد سيلز. ضروري جدا هان اذا في امكانيه في الضفه وفي غزه فيش امكانيه هذه نفحص اليوجوكلونال بانز اي جي، اوليجو كلونال بانز اي جي. اذا وجدناه بوزيتيف منذ البدايه بتكلم على مالتيبل سكليروسيس، بتكلمش على ترانسفيرس مايلايتس. بنعمل برين وسباينال كورد ام ار اي. ليه نعملنا للبرين ام ار اي؟ تو اكسكلود مالتيبل سكليروسيس. يبقى هذا كله مهم جدا. ايش بنجد في السباينال كورد؟ ممكن يكون عندهم سويلينج، هايبر انتنس سيجنال مع سويلينج وانتفاخ في الحبل الشوكي ديو تو انفلاميشن. واضح ان هنا في انفلاميشن في الحبل الشوكي، في سويلينج، واضح ان الهايبر انتنس سيجنال، هنا كومبليت ترانسفيرس مايلايتس. السباينال كورد منتفخ من الاديما، عندنا سويلينج واديما في سباينال كورد مع انفلاميشن في تيشو اوف ذا سباينال كورد. هنا حاله بارشال ترانسفيرس مايلايتس عند مان 37 سنه كان من الليتريتشر، هذا بارشال ترانسفيرس مايلايتس، هذا على السجيتال وهنا على الاكزيال كات، هاي الانفلاميشن في البوستيريور بارت. يبقى هذه كانت حاله ايش؟
شخصوها ترانسفيرس مايلايتس. لكن لما عملوا ورك اب وعملوا برين ام ار اي وفحصوا السيريبروس ماينري فلويد سي اس اف تم تشخيصه الى ايه مالتيبل سكليروسيس. هذا طلعت حاله ايش تصلب متعدد. احنا تكلمنا انه الانكمبليت سباينال الانكمبليت ترانسفيرس مايلايتس من 57 ل 72% ممكن اعراضها تكون عباره عن انيشال بريزنتيشن اوف ام اس. كيف بدنا نعالج حالات الترانسفيرس مايلايتس؟ مثل علاج الام اس اكزاسربيشن نعطي هاي دوز ميثايل بريدنيزون، نعطي 1000 ملي جرام لخمس ايام، وبنعطي معهم اي في اي جي اللي هو علاج زي ما تكلمنا يوم جوليان بار سيندروم جي بي اس، انترافينوس ايمونوجلوبولين 400 ملي جرام لكل كيلو ديلي في اليوم لمده خمس ايام. في بعض الاحيان ممكن المرضى ما يتحسنوش، ينعمل لهم حاجة اسمها بلازما اكشينج، فصل بلازما. وما ننسى يا جماعة موضوع الانتي كاجولانت، بنعطي ادوية لميوعة الدم هيبارين او كليكسان. ليه بنعطيهم؟ تو بريفنت ديب فين ثرومبوسيس، بنعمل بريفنشن للدي في تي، لانه المريض بيكون في سباينال شوك فلسد وهنا ممكن يحدث معهم ديب فين ثرومبوسيس. تبدو يشتغلوا علاج طبيعي وانتم مش منتبهين، يحدث معاه بولمنري امبوليزم والمريض يموت. يبقى هذا مهم جدا اللي هو ديب فين ثرومبوسيس. ولما تشتغلوا علاج طبيعي تنتبهوا للليج، بلاش يكون عند المريض دي في تي، ننظر اذا في سويلينج في الليج وممكن تكون هذه ايش دي في تي وننتبه لها، وما نشتغلش معها في الحاله هذه نستدعي الطبيب له بسرعه. مهم جدا موضوع الانتي كاجولانت تو بريفنت دي في تي ديب فين ثرومبوسيس اند بولمونري امبوليزم. والبولمونري امبوليزم ميديكال ريهابيليتيشن اند فيزيوثيرابي، بعد العلاج هذا بعد اسبوع خمس ايام اسبوع حسب الحاله، لما تكون ستيبل بنحولهم لميديكال ريهابيليتيشن اند فيزيوثيرابي. الموضوع الثالث اللي بنتكلم عنه اليوم اكيوت ديسيمينيتد انسيفالومايلايتس او بنسميه ادم، هو عباره عن بوست انفكشوس انسيفالومايلايتس، بوست انفكشوس وأكيوت إميون ميدييتد ديميلينيتنج ديس أوردر أوف برين أند سباينال كورد، بيشبه بعض ها؟ أوفن بوست فاكسينيشن، يعني بيختلف عن الترانسفيرس مايلايتس إنه بيكون الإنفلاميشن في السباينال كورد وفي البرين مع بعض. طيب مالتي فوكال نيورولوجيك ساينز أند سيمبتومز، طب كيف؟ إيش الفرق بينه وبين المالتيبل سكليروسز؟ إيش الفرق بينه وبين مالتيبل سكليروسز؟ هنا في الآدم أو إم إس كل ما اتذكر الادم بتذكر مريض كان محضر حاله بده يروح للحج واخذ تطعيم ضد الانفلونزا، بعد يومين انشل هذا المريض من تطعيم الانفلونزا، حدث مع ادم. يبقى الادم في الهيستوري بيكون عندهم بريسيدنج انفكشن ايلنس اور ايمونايزيشن، ممكن يكون عنده مرض فايرال انفكشن قبلها او يكون عنده ماخذ تطعيم فاكسين فاكسينيشن. المرضى دول بيكون عندهم associated with ايش فيفر، ممكن يكون عندهم فيفر، كان مهم هذا الفيفر ما تكلمناش عنه في الام اس بيكونش معهم فيفر. غير هيك انه المرض هذا بيصيب الكورتكس، بيصيب الوايت مطر والكورتكس، مادام ساب صاب الكورتكس بيكون عندهم هذول المرضى mental status changes seizures. عندي مريض كان 18 سنة تقريبا، هذا المريض اول ما حدث معاه المرض دخل في شيء اسمه psychosis confusion agitation، تعالج عند السايكياتري. بعد فترة مر علي بعد أسبوع قيمته وجدت أنه في أعراض، ممكن يكون آدم كان عنده فيفر قبلها، طلبت له MRI للبرين سباينال كورد وكان فعلا عنده أكيوت ديسيمينيتد انسيفالومايلايتس، والآن الحمد لله وضعه كويس وتزوج وأخذ علاجه وممتاز. الإيج أكثر شيء الآدم بيجي في الأطفال، عند الأطفال الآدم 10 سنين 11 12 كذا، لا يعني انه بيجي في ال 18 وال 20 بيجي، بس بنقول اكثر بيكون عند الاطفال، والام اس اكثر بيكون عند اليونج ادلت، عند ايه يونج ادلت. الانفستيجيشن بتاعت الادم نفس الانفستيجيشنز اللي بنعملها لمين؟ ل اللي هو ترانسفيرس مايلايتس، ما راح اقف عليها كثير، بنعمل السي اس اف وبنفحص السيلز والبروتين، واذا كان بوزيتيف اوليجو كلونال بانز بتعامل مع حاله ايش؟ تصلب متعدد ام اس، بنعمل برين وسباينال كورد ام ار اي. هان عندي في الصوره واضح انه هذا راس طفل، واحنا قلنا الادم بيصيب اكثر شيء الاطفال، واضح انه في انفلاميشن هيو في السباينال كورد
هذا spinal cord inflammation، في myelitis واضح الـ hyperintense signal، غير هيك في hyperintense بيختلف عن الـ MS. أول شيء الحجم بليكس كبيرة وميخذ الـ white والـ gray matter، لاحظين إنه البليكس داخلة وين كمان كثير على gray matter، يمكن هذه حالة acute disseminated encephalomyelitis in a child. هذا المريض اللي أنا شخصته وقلت لكم كان عنده acute psychosis، تقريبا كان عمره ممكن كان عمره أيامها تقريبا 18 سنة، واضح الهايبر انتنس سيجنال، هذه اكزيال تي 2 وهذه كورونال فلير، لانه هذه السي اس اف هايبر انتنس اسود، هنا السي اس اف هايبر انتنس ابيض. لاحظوا البليكس وين جايه اكثر، البليكس جايه ميخذ الكورتكس، هذا اللي سبب له اجيتيشن وكونفيوجن وإيريتابيليتي لهذا المريض من دير بلح شخصته أنا. التريتمنت أوف آدم نفس التريتمنت بتاعت مين؟ ترانسفيرس مايلايتس، نفس ذا سيم تريتمنت أوف ترانسفيرس مايلايتس، وبعدها بنحولهم لميديكال ريهابيليتيشن أند فيزيوثيرابي. آخر موضوع بدي أتكلم عنه اليوم اللي هو نيورومايلايتس أوبتيكا، نيورومايلايتس أوبتيكا أو ديفيك ديزيز. ديفيك شخص أول حالة في فرنسا. النيورومايلايتس أوبتيكا is a subacute autoimmune disorder characterized by demyelination and inflammation of both optic nerves and spinal cord. يبقى أن المرض هذا بيكون mixed transverse myelitis مع bilateral loss of vision. ما بنساش حالة شخص أول حالة في غزة أنا، شخص حالة وفي حالة شفناها في أوكرانيا، مر عليه حالتين في حياتي من 98 لليوم 22 سنة، حالتين نيرومايلايتس أوبتيكا ديفيك ديزيز. بتصل عليه زميلي من المستشفى بقول يا دكتور ياد في عنا بنت عمي عندها فقدت النظر، صبية كان 46 سنة، كانت صارت أفراح خلال ساعات ما بتشوفش أي شيء، وعملنا فحص عيون كان العيون كويس فحصة، قلت له عيد لي الفحص غدا ممكن يكون هذا انفلاميشن في الاوبتيك نيرف، اذا انفلاميشن في الاوبتيك نيرف قد يكون حاجه اسمها نيورومايلايتس اوبتيك. انا في غزه ما شفتش ولا حاله، قد تكون هذه اول حاله، ولكن اذا كانت نيورومايلايتس اوبتيكا ان ننتظر خلال يومين يحدث معها شلل في الاطراف السفليه. فعلا حولوها الى المستشفى عندنا عناصر، قيمت الحاله ودخلت عندي في القسم، فعلا كان عندها مشاكل في النظر بتشوفش، ما شافتنيش، هي الان بتتكلم معي ورجعت لطبيعتها ورجعت لعملها طبيعي، وبتقول دائما بجيبها لطلاب الطب انا ما شفتش الدكتور اياد لما قيمني، شفته بعدين لما تحسنت. كان عندها فقدان النظر كامل وعدم التحكم في البول براز وشلل في الاطراف السفليه، كانت على ويل تشير، ويل تشير ديبندنت. الحمد لله دخلتها وعملت لها لمبر بنكشر وفحصتها وعملت لها ام ار اي وشخصها نهائي انه هذه ديفيك ديزيز او نيورومايلايتس اوبتيكا، لانه هذا المرض بيصيب بوث اوبتيك نيرفز وبيصيب السباينال كورد، يعني بيكون معهم ترانسفيرس مايلايتس مع بايلاترال اوبتيك نيورايتس مع بعض. المرض الاس ال اي والحمد لله اخذت علاجها والان 100% كومبليت ريتيرن للفيجن، رجع نظرها طبيعي زي ما كان، والشلل اللي عندها الان المصل باور 5/5 رجعت لطبيعتها ورجعت لعملها اللي هي كانت تشتغل فيه مدرسه. الاس ال اي وبهجه ديزيز والسيركيدوسيس بيعطونا احيانا سيميلار بريزنتيشن مثل الديفيك. والنيورومايلايتس اوبتيكا زمان كانوا كثير شخصوا از مالتيبل سكليروسيس، لكن الان له انتي بوديز بنفحص وبنميز بين انه هذه ام اس على النيورومايلايتس اوبتيكا. في الام اس بيكون يونيلاترال عندهم اوبتيك نيورايتس، في النيورومايلايتس بيكون بايلاترال عندهم بايلاترال لوس اوف فيجن او بايلاترال اوبتيك نيورايتس. الكلينيكال بريزنتيشن اوف نيورومايلايتس اوبتيكا اول شيء بيكون برايمري، ممكن يحدث برايمري بروجريسيف ويد فولمينانت ديسابيليتي، او ممكن يكون ريلابسنج ريميتنج كورس. مرض خطير صعب مش بسيط، توتال رابيد بايلاترال لوس اوف فيجن، تصور فجاه بتشوف خلال ساعه ساعتين يكون عندك بلايندز، اعمى ما تشوفش من لا اليمين ولا الشمال. اثنين سباينال كورد سيمتومز، ممكن سباينال كورد سيمتومز تبدا خلال ساعات وممكن تبدا مع بدايه المرض
انه فقد النظر بدا يظهر عليه ويكنس في اللور ليمز، وممكن انه اول شيء يفقد المرض يفقد النظر المريض، وبعد يوم يومين يحدث عنده ويكنس في اللور ليمز وسفنكتر ديسفانكشنز. يورين ريتينشن از كومون زي ما اتفقنا. البيشنت ويز نيرومايلايتس اوبتيكا هاف اي بور بروجنوسيس فور ريكفري اوف فيجن than those with multiple sclerosis. المرض اخطر من المالتيبل سكليروسز، والتحسن في النظر اقل بيكون من الام اس. وما تنسوا انه في الديفيك ديزيز بيكون بايلاترال لوس اوف فيجن. ريكفري از كومبليت 60-70% اوف بيشنت. والحمد لله الحاله اللي كانت عندنا في غزه كان كومبليت عندها 100% كومبليت، او كان عندها 100% كومبليت ريكفري. الانفستيجيشنز اللي بنعمله للنيرومايلايتس اوبتيك نفس الادم والترانسفيرس مايلايتس، نعمل اوفثالمولوجيكال اكزامينيشن ضروري، سي اس اف اكزامينيشن، برين ام ار اي وسباينال كورد ام ار اي واوربت، وبنفحص ايش المونوجلوبولين انتي بوديز بسموه نيرومايلايتس اوبتيكا مونوجلوبولين جي، او له اسم ثاني اكويبارين فور انتي بوديز. السباينال كورد inflammation لاحظوا بيكون عندنا swelling في transverse myelitis التهاب في الحبل الشوكي، زائد في both optic nerve في inflammation. يكون عندنا bilateral optic nerve inflammation يعني bilateral optic neuritis مع transverse myelitis. عشان اشخص الحالة بلزم لي criteria عشان neuromyelitis optic. ايش بلزم شرط عشان اشخص حالة الايش النيوروميلايتس اوبتيكا؟ بلزم اوبتيك نيورايتس بايلاترال اثنين اصيبوا، اثنين ترانسفيرس مايلايتس، وبلزم وان اوف ذا فولوينج ام ار اي ايفيدنس اوف سباينال كورد ليجن 3 اور مور سيجمنتس، او يكون عندهم سيرو بوزيتيف نيوروميلايتس اوبتيكا مونوجلوبولين. يا هذا يا هذا. انا المريض اللي عندي كان عندها بايلاترال اوبتيك نيورايتس وكان عندها مايلايتس، تدخل الكرايتيريا، وكان عندها كمان الام ار اي ايفيدنس سباينال كورد كان بوزيتيف، والسيرولوجيست ان افيلابل في غزه ما قدرت اعمله في غزه. يقول انا اكتفيت بالكرايتيريا هذه ودخلت للكرايتيريا، يقول بقدر اشخصها بالكرايتيريا هذه بالمتوفر في غزه بقدر اشخصها، وشخصناها وتعالجت 100%. التريتمنت بتاع النيرومايلايتس اوبتيك مثال بريدنيزون نفس الشيء 1000 ملغ لثلاث خمس ايام، اكثر شيء بنعطي خمس ايام، نعطي اي في اي جي. في بعض الحالات بنعمل بلازما اكشنج، لكن مين تريتمنت ميثايل بريدنيزون وبلازما فريسز. وفي دراسات قالت لك انه 50% من المرضى اللي ما تحسنوش على الميثايل بريدنيزون اعطيناهم اي في اي جي واستجابوا للعلاج. بعدها بنحولهم لميديكال ريهابيليتيشن اند فيزيوثيرابي، والمريضه بتاعتنا حولناها للميديكال ريهابيليتيشن فيزيوثيرابي، والحمد لله ريس حدث معها كومبليت ريكفري في الحاله. اوكي هيك بكون وصلنا لنهايه المحاضره، وتكلمنا لكم على امراض مهمه وراح تتعاملوا معها في حياتكم العمليه في ديمايلينيتنج ديزيز اوف سنترال نيرفوس سيستم، راح تشوفوهم في الاوت بيشنت كلينيك وفي الان بيشنت كلينيك او في ان بيشنت هوسبيتال. الحالات هذه كثيره موجوده خاصه المالتيبل سكليروسز، وان شاء الله تكون تستفيدوا كثير في المحاضره هذه في حياتكم العمليه. يعطيكم الف عافيه.